السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي طلاب الصف العاشر، هذا هو موعدنا مع استكمال درس الأعاصير المداري، فأهلا وسهلا بكم. بداية من حدوث الأعاصير المدارية. أحسنتم، تنشأ الأعاصير المدارية، تتذكرون، نتيجة ارتفاع في درجات حرارة مياه البحر، فيندفع الهواء الدافئ إلى أعلى وينزلق الهواء البارد إلى أسفل، فيتكون دوام من السحب الكثيفة وتسقط الأمطار. الآن هيا بنا نتعرف على أهم العوامل التي تساعد في تحديد مقدار الدمار الذي يحدثه الإعصار. رقم واحد، سرعة الرياح التي قد تزيد عن 450 كيلو متر في الساعة. سرعة الرياح تؤدي إلى اقتلاع الأشجار، تخريب المباني، وتدمير كبير جدا للمناطق المجاورة للبحر. اثنين، حجم الفراغ الذي يتولد ضمن منطقة قمع الإعصار. معنى حجم الفراغ هو حجم الفراغ الموجود في عين الإعصار، فكلما زاد حجم الفراغ عمل ذلك على اقتلاع الأشجار، اقتلاع التربة وما تحتها، مما يؤدي إلى وما يوجد في أسفلها، مما يؤدي ذلك إلى انجراف في التربة. ثلاثة، وهي الفترة الزمنية التي يستغرقها الإعصار، يوم، يومان، ساعة، ساعتين، هكذا. نوع المباني في المنطقة التي تجتاحها الأعاصير، مباني خشبية، مباني زجاجية، مباني طينية. ما نوع هذه المباني؟ فبالتالي نحدد مقدار الدمار التي تتعرض، فكلما زادت الرياح زاد الدمار، كلما زاد حجم الفراغ الذي يتولد ضمن منطقة قمع الإعصار أدى ذلك إلى ابتلاع واقتلاع الأشجار وابتلاع التربة. كلما زادت الفترة الزمنية للإعصار كلما زادت الأمطار وزاد التخريب والدمار. كلما كانت نوع المباني التي يجتاحها الأعاصير مباني ضعيفة غير مقاومة للأعاصير كلما زاد حجم دمارها. نوعية وسائل الإنذار من حيث سرعة المعلومات ودقتها، لدينا وسائل الإنذار سريعة ودقيقة أم لا. الآن سنتعرف معا على أهم الآثار التي تخلفها الأعاصير المدارية. فهيا بنا، أول أثر اقتلاع الأشجار كما ذكرنا، كلما كان حجم الفراغ في عين الإعصار كبير كلما أدى إلى اقتلاع التربة وما أسفلها، اقتلاع الأشجار. انفجار البنايات، لماذا تنفجر البنايات؟ نتيجة اختلاف الضغط داخل وخارج المبنى. ثلاثة، جرف التربة وتعريتها، اقتلاع أسقف البيوت الخشبية ووقوع خسائر بشرية، موت الكثير من البشر. الآن دعونا نتعرف معا على كيف يمكننا التنبؤ بالأعاصير وقياس قوتها. فيمكن التنبؤ بالأعاصير عن طريق الأقمار الصناعية، وقبل ذلك بفترة كبيرة. لماذا؟ نظرا لطول الفترة التي تستغرقها الأعاصير لكي تتكون. في هذه النقطة يأتي سؤال، علل لماذا يمكننا التنبؤ بالأعاصير نظرا لطول الفترة التي تستغرقها الأعاصير لكي تتكون. وبهذه المعلومات التي نأخذها من الأقمار الصناعية
يمكننا تلافي الأضرار المادية التي يحدثها الأعاصير، مثل ماذا؟ مثل سرعة الرياح التي تسبب بسبب سرعة الرياح والأمطار الغزيرة. وتتعرض سلطنة عمان للأعاصير على فترات متباعدة، نتيجة ماذا؟ نتيجة تأثر عمان بالأعاصير التي تتكون فوق المحيط الهندي وبحر العرب. يبقى لدينا الآن سؤال، علل تتعرض سلطنة عمان بين حين وآخر للأعاصير المدارية، لماذا؟ نتيجة تأثرها بالأعاصير التي تتكون فوق منطقة المحيط الهادي وبحر العرب. الآن دعوني أخبركم عن أهم الأعاصير المدارية التي تحدث في سلطنة عمان. لا يخفى عليكم ذلك، تتعرض سلطنة عمان إلى العديد من الأعاصير المدارية. في السابق تعرضت عمان إلى الكثير من الأعاصير المدارية التي تأتي إليها من منطقة، استمع، نعم، بحر العرب والمحيط الهندي. ما الآثار التي تترتب على هذه الأعاصير تتذكرون؟ اضطرابات في الحالة الجوية، هطول الكثير من الأمطار التي تسبب الفيضانات وجريان الأودية، ومما يؤدي إلى تدمير في البنية التحتية. الآن هيا بنا نتعرف على أهم هذه الأعاصير وما سرعة الرياح فيها ومتى حدثت في السلطنة. إعصار مصيرة، وحدث في عام 1977. كمية الأمطار في هذا الإعصار وصلت إلى 430 مليمتر. إعصار جونو، والذي حدث في عام 2007 5 يونيو، سرعة الرياح تعدت 95 عقدة في الثانية. كمية الأمطار في هذا الإعصار وصلت إلى 410 مليمتر. وأخيرا إعصار فيت، والذي حدث في يونيو 2010، سرعة الرياح تخطت 85 عقدة في الثانية، وكمية الأمطار 210 مليمتر. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا، ولكن هيا بنا نجيب على بعض الأسئلة. السؤال الأول، ما العامل الذي يساعد في إمكانية مراقبة الأعاصير والتحذير منها؟ ما العامل الذي يساعد في مراقبة الأعاصير والتحذير منها؟ أحسنتم، استمع، هناك بعض طلابي يقولون طول فترة حدوث وتكون الإعصار. الإجابة طول الفترة التي يستغرقها الأعاصير في التكوين والتطور في المحيط إلى حين وصولها لليابس، لذلك يمكن مراقبتها من خلال الأقمار الصناعية والتحذير منها قبل الوصول. الآن أمامكم الشكل المقابل، ادرسوه جيدا وأجبوا على الإجابات الصحيحة. حدد منطقة عين الإعصار. أحسنتم، عين الإعصار في المنتصف، في منتصف الشكل. ارسم اتجاه الأسهم، الرياح الصاعدة والرياح الهابطة. الرياح الصاعدة إلى أعلى هذا الشكل، والرياح الهابطة إلى أسفل. اتجاه الأسهم فقط والشكل المائل، تذكرون شرحناها في الدرس السابق. ما العامل الذي يحدد مدى قوة الإعصار؟ العامل الذي يحدد مدى قوة الإعصار الاختلاف في الضغط الجوي، مما يؤدي إلى سرعة الرياح.
تفسر العبارات التالية: انفجار البنايات في المناطق التي تتعرض للأعاصير. من يجيب؟ نعم، نتيجة اختلاف الضغط داخل وخارج المبنى. السؤال الثاني: عدم انتظام تعرض السلطنة للأعاصير المدارية. أحسنت، فإني أستمع أن أحد طلابي يجيب الإجابة الصحيحة، ألا وهي حيث أن سلطنة عمان تتأثر بالأعاصير المدارية التي تحدث فوق المحيط الهندي وبحر العرب. إلى هذا الحد نكون قد انتهينا من شرح درس الأعاصير المدارية. أرجو من الله تعالى أن أكون وفقت في شرح الدرس، وتكونون قد استفدتم من شرحي لهذا الدرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.